والآن نصل إلى محاضرتنا الأخيرة لقمة ويش 2020 من فنانة عمانية مصممة وناشطة. صافية البهلاني قد اعترف بها وحصلت على جوائز عالمية عن رحلتها الشخصية وكيف تمكنت من التغلب على التحديات الجسمانية. إنها أيضا تعمل من أجل مناصرة قضية ذوي الاحتياجات الخاصة. فلنستمع إليها. السلام عليكم. أمل أن الجميع بخير. إن الفن كان له بصمة كبيرة على حياتي. وما لا تعرفونه عني هو أنني برغم الإعاقة الجسدية فإنني أعاني أيضا من إعاقة في التعلم، بمعنى أنه لا يمكنني أن أحفظ خطوتين أو ثلاثة في نفس الوقت. ومنذ صغري تعلمت أن أستخدم الألوان والأشكال لتساعدني في حياتي اليومية. وفي عندما كنت في الثالثة من عمري وحتى قبل ذلك كنت أعيش في مستشفى، وكنت أتطلع إلى وجوه الناس المختلفة. فكما تعرفون في المستشفى الناس تأتي وتذهب، وكنت أتطلع إلى وجوههم ووجدت فيها ما يجذبني، وأردت أن أعمل شيئاً انطلاقاً من هذه الوجوه، فبدأت أرسمها. وشعرت أن هذا لا يكفي، فلم تكن الوجوه تشبه الأشخاص في الحقيقة، فبدأت أرسمها وألقي بها، أقطعها وأرميها. ولاحقاً عندما دخلت المدرسة في الجزء الأكاديمي كنت أجلس في الصفوف الخلفية في الفصل وأخذ الأقرام والألوان وأشخبط وأرسم، وبعد هذه الرسومات ساعدتني أن أفهم موضوع الدرس. وأحيانا كان تكون تعبر فقط عن إحباطي في أنني غير قادرة على متابعة الآخرين وفهم موضوع الحصة. وبعد أن انتقلت إلى صفوف أعلى وكبيرة سني بدأت أعاني أكثر. ولما وصلت الصف الثالث أتذكر أنني كنت في حصة الرسم، وطلب منا أن نرسم شهر رمضان، وطلب منا أن نقطع نقص ورقا ونلصقه بأشكال مختلفة. لم أستطع أن أستخدم المقص، لم أكن تكن يدي تسمحاني باستخدام المقص. وذهبت لمدرس وقلت لا أستطيع أن أقوم بذلك، فقالت لي المدرسة لم تعرف ماذا تقول ولم ترد أن تساعدني، فقالت لي فكري في طريقة. وكانت مدة الحصة 40 دقيقة وأمضيتها أفكر في كيفية حل هذه المشكلة. وبدأت أنظر إلى الزملاء يلقون بالأوراق بعد أن قصوا، فبدأت أجمع هذه القصاقيس ووضعتها في رسمتي لأرسم وأقوم بعمل الواجب وسلمته للمدرسة. لما بلغت سن المراهقة أو في بداية المراهقة كنت أريد أن يقبلني الآخرون بكل قوي، وكنت أشعر أنني غير مقبولة من الآخرين، وكان دائما يرفض مشاركتي في أنشطة المدرسة وكان ممنوعا علي. فكنت أعود إلى البيت وأجمع ألعابي والعرائس والألعاب، وكنت أجلس وأرسم هذه العرائس
وأتظاهر أن كل ما لا أستطيع أن أقوم به من أنشطة في المدرسة أنني أقوم بذلك في مع العرائس واللعب والدمى في البيت. ومرت السنوات وبدأت أبتعد عن رسم الأشخاص وأركز على المشاهد الطبيعية، ولذلك لأنني كنت أشعر بالإحباط، لما علي أن أبذل كل هذا الجهد حتى يلاحظني الآخرون ويشعروا بوجودي؟ وكمراهقة كان من الصعب علي أن أشعر بانتمائي، كنت أرتدي ملابس مختلفة، أو إن كنت لا تستخدم ما يستخدمه أقرانك كان صعب أن يشعر الإنسان بأنه مقبول من الآخرين. كنت أعود للبيت في ذلك الوقت كل يوم، أفتح جهاز التلفاز وأتفرج على الموضة وأرسم كل ما أراه. وكما تلاحظون فكنت أمثل نفسي، فكنت أقطع الأرجل أو الأيدي، كنت أحاول أن أشعر أن هذه أنا في الرسومات وأنني أستطيع أن أقوم بكل ما أريد في عالم الفن عن طريق الرسم والألوان. ومرت السنوات وبدأت أصمم كالآنية والأوعية وأضع عليها تصميمات مختلفة لأغير شكلها، ولكن تدريجيا وصلت طريقي لرسم المشاهد الخارجية والطبيعية، ولكنني لم أكن أشعر لسنوات طويلة أنني أستطيع أن أتواصل مع الآخرين وأنضم إلى حياتهم. وفي أواخر سنوات دراستي في المدرسة حصلت على دعم كبير كنت بحاجة إليه، فخلال سنوات مراهقتي اضطررت أن أغير المدارس حتى أجد مدرسة تدعمني بسبب إعاقتي في التعلم. آخر سنتين في المدرسة الثانوية انتقلت إلى المدرسة الأمريكية الدولية في مدينة مسقط، و حصلت على دعم كبير جدا لمحاولة النجاح في المواد الأكاديمية، وأيضا شجعوني على أن أعمل أكثر بالفن. وهناك أدركت في هذا الوقت أن هذا ما أريد أن أفعله، هذا هو طريقي. شعرت أن الفن هو ما يشعرني بالسند في كل ما أقوم به. عندما تخرجت من المدرسة الثانوية توجهت إلى التصميم الجرافي، ولم أكن أعرف في ذلك الوقت أنه يتطلب دراسة رياضيات وأنه معقد، ليس فقط ألوان وتصميم كما كنت أعتقد. في البداية كنت أجد المواد نظرية وكانت صعبة بالنسبة لي جدا، وأتيحت لي الفرصة لدراسة في الأردن، و أول فصلين دراسيين توجهت إلى كلية عادية، وكنت أتأخر في المواد وغير قادرة على أن أتابع الجزء النظري من الدراسة، وتركتها وتوجهت إلى معهد صوتيات حيث لا أحتاج الكتب ولا أحتاج إلى أن أحفظ كثير من الأمور، كان فقط علي أن أستخدم قدرتي الإبداعية، وتوجهت إلى الرسوم المتحركة. ووصلت دروس الرسوم المتحركة، ولكنني لم أريد أن أفقد مهارتي في الرسم، فبدأت أتعلم أولاً بنفسي في البداية لأتعلم المبادئ الأساسية. وبينما كنت أقوم بذلك التقيت بفنان محلي، فنانة رائعة، وساعدتني ثلاث سنوات دراسة في الأردن. حسنت رسمي كثيرا وتمرنت أكثر. وربما لا تعلمون أيضا أن لدي مشكلة
عصبية هي تشبه الصرع، مرض يشبه الصرع، وفي آخر سنوات في الدراسة الثانوية بينما ظهرت هذه المشكلة الصحية اضطررت إلى إعادة أحد النصف السنة الدراسية، وأصابتني الأعراض مجددا، واضطررت في الجامعة إلى أن أتوقف شهرين، ولكنني حصلت على دعم كبير من الفريق الذي كان يتحدث معي عن طريق الفيديو ويزورني في البيت حتى أتابع الدراسة ولا أتخلف عن الآخرين. ولسوء الحظ لم أتمكن من انتهاء من الدراسة، ولكنني لم أغادر الأردن بهذه البساطة. فبدعم من الأصدقاء والأسرة قمت بأول معرض كامل لي في الأردن، وركزت في خلال هذا المعرض على الفن التقليدي والرسومات التقليدية التي عرضتها في هذا المعرض. وعندما عدت إلى عمان أدركت أنني لا أستطيع مواصلة الدراسة، ولكن وجدت أن بحافظة الرسومات التي قمت بها يمكن أن أحصل على وظيفة، وبدأت أتقدم إلى وظائف، ولم يرد شخص أن يقبل بي في ذلك الوقت لأنهم لم يكونوا يعرفوا كيف يتعاملون معي. وفكرت أن الطريقة الوحيدة التي يمكن لي أن أغير بعقلية الناس هي من خلال ابتكار مزيد من الفن. ولمدة سنتين فركزت فقط على أنواع الفنون المختلفة. كنت أحاول أن أحسن مهنتي وفني. ومنذ 2011 تعرفت على أرماني، مصممي الموضة، وكنا نعمل معا. كنت أصمم الفن وهي تصمم الموضة، وهذا ساعدني كثيرا وألهمني أنني أستطيع أن أفعل أكثر من مجرد وضع الألوان على لوحة. ماذا عن الملمس؟ كيف يمكن أن أتقدم أكثر وأتحدى نفسي في مجال؟ عندما صممنا هذا المعرض بدأ الناس يقولون: هل سمعتم عن هذه الفتاة؟ الفتاة التي ليس لها أصابع ولكنها ترسم. كان ذلك لطيفاً أن أعرف أن الناس بدأوا يعترفوا ويتعرفوا علي ويشيدوا بعملي، ولكنني لم أكن أريد الناس أن ينظروا فقط لإعاقتي. كنت أريدهم أن ينظروا إلى ما أقدر على أن أقوم به وما يمكنني أن أساهم من خلاله. ولذا نظمت المزيد من المعارض، معرضاً تلو الآخر. وخلال ذلك الوقت بدأت أيضاً أقدم محاضرات، أتحدث علناً وأشاطر الناس قصتي. لا يسعني أن أقول لكم كم ساعدني ذلك وكم أحدث فرقا في حياتي. في خلال تلك الفترة تم تعريفي أو تعرفت على جهاز الآيباد، وصديق صديقة من أصدقائي رهنتني عندما طرحوا الآيباد في الأسواق لأول مرة. قالت لي: لو تمكنت من ابتكار فستتجاوزين كل شيء. ولم أكن أتخيل في ذلك الوقت ماذا كانت ترى، ولكنها كانت تزورني كل يوم في البيت تحاول أن تقنعني أن أشتري الآيباد، ولم تنجح. ولكن قالت: لو نجحت في إقناع أمك بشراء الآيباد. فقلت: لا، لن تشتري أمي ذلك. وقبلت إذن بالتحدي. وفي أحد الأيام تركوا الآيباد على طاولة، ونظرت في برنامج وشددني جدا الألوان والملمس وشكل ضربات الفرشاة، وبدأت أبتكر. وهذه كانت أحد أول الأعمال الفنية التي ابتكرتها، وأدركت في ذلك الوقت أن ذلك يستغرق وقتا
أقل بكثير من الطرق التقليدية. والأسبوع التالي إذن اشترت لأمي آيباد وقبلته منها وبدأت أبتكر المزيد من الأعمال الفنية عملا تلو الآخر. وحصلت أو تلقيت عرضا لأقدم عرضا أبتكر فيه على الهواء مباشرة في مهرجان مسقط. وفي البداية كنت خجولة جدا وأخاف أن أرسم أمام كل هذا الجمهور، ولكن ما شجعني هو أنني قلت لنفسي أنني أقوم ذلك من أجل نفسي، ولكن لكل شخص يحكم الناس عليه بسبب الإعاقة ويشعر الناس بشفقة ورثاء تجاههم وأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بذلك. نعم، نحن نستطيع أن نقوم بكل شيء لو وفرتم لنا الوسائل اللازمة والمساحة. ولكنني وبعد ذلك ما كنت ما زلت أشعر أنني أحتاج إلى أن أثبت نفسي كفنانة أيضا. وفي وقت فترة وجيزة شهرين فقط عملت لأعمل 100 قطعة فنية كلها مركزة على الملابس العمانية وملمسها، وعملت رسومات كثيرة مختلفة، لوحات. لو تذكرون أنني قلت في البداية أنني ولفترة كنت لا أشارك الناس لأنني كنت محبطة جدا، ولكن أثناء تنظيمي لكل هذه المعارض وبدأت الناس تتعرف علي كصافية وليس فقط الشخص الذي ليس لديه أصابع أو يدين، كنت أريد أن أتغلب على ذلك. وبدأت أطلب من الأصدقاء ومن أسرتي أن يرسلوا صورا لهم كي أعود إلى رسم الأشخاص. وتحديت نفسي في أن أعمل لمدة عام أو عامين وأن أقوم فقط بمحاولة العمل على حرفتي، على مهارتي اليدوية. وذلك فتح لي مساحة جديدة حيث بدأ الناس يطلبون مني أن أرسم صورهم. وعندما سألت نفسي ما هي الخطوة التالية، خلال ذلك الوقت عملت لشركة إنتاج لمدة سنة ونصف تقريبا، وأتاح لي ذلك الفرصة لأن أعرف ماذا أريد أن أفعل وكيف كنت أرى نفسي في 5 سنوات القادمة. وتركت غادرت الشركة وأصبحت فريلانسر أعمل لحساب نفسي لبضعة سنوات، لأنني كنت أدرك أنني حصلت على وظيفة في هذه الشركة أو وصلت العمل في هذه الشركة فلن أستطيع أن أعلم وأن أعيد للمجتمع ما أهداه إليه. إذن كعاملة لحساب نفسي بدأت أجمع الناس وأدرس، لم أكن أدرس الناس فقط لرسمي رسمة تبلغ الكمال، ولكن كنت أعلمهم طريقة التعبير والتعلم من خلال الفن الذي تقومون به. بدأت بخمسة أطفال، وبعد بضعة سنوات تمكنت من أن أفتح استوديو فني ومعرض فني، حيث بدأنا نعمل كشركة كبزنس. وبجانب الفن بدأت أيضا أستخدم الفن لأجلب البهجة إلى الناس. كنت أريد أن لا يعبر الفن فقط عن ما نشعر به في الداخل، بل أن يتواصل الناس مع بعضهم وأن نجعلهم يشعرون بالبهجة والسعادة. ولو لاحظتم أنني لا أستخدم ملامح الوجه والتفاصيل في فني، لأن كل شخص هنا هو تمثيل لنفسي. وأنا أرى الناس
في جميع العالم من الداخل وليس ما تشبهونه من الخارج، ليس الشكل الخارجي. هذا ما أحاول أن أركز عليه من خلال فني. وبدأت أنوع، فلم أقم فقط بالرسومات ولكن بالتصميم الجرافيكي واللوجو، شعارات وبوسترز لوسائل التواصل الاجتماعي وتصميمات على العلب وعلى البضائع التجارية. واليوم يمكنني أن أقول بأنه لو كنت توقفت عن الفن عندما كنت أصغر لما كنت وصلت إلى ما أنا عليه الآن وإلى حيث أنا الآن. فالفن لا أراه فقط كصور جميلة، ولكنه هو ما ساعدني على التغلب على صعوبات الحياة وعلى أن أواصل حياتي ونشاطي اليومي. سؤال آخر يسألني إياه الناس كثيرا، لماذا أعبر عن أصلي العماني؟ ولكن السبب لأنه هو أقرب ما إلي، ولكنه ليس فقط الفن العماني، هناك خطوط وأشكال هي بالنسبة لرموز الدوائر بالنسبة لي تعني الاستمرار. عندما أستخدم مثلثات تعني بالنسبة لي التحديات، ولكن المواصلة. هناك أشكال في الفن الذي أقوم برسمه لها معاني خاصة ورمزية خاصة بالنسبة لي. أنا أرحب بأي أسئلة إذا كان لديكم أسئلة. أول أسئلة هي هل الفن هو أحد الأمور القليلة في الحياة التي تميز بين الناس؟ أفترض أنه كذلك، ولكن هناك أيضا قواعد وإرشادات. هذا يتوقف عليك كفنان إذا كنت تعبر عن نفسك أو تتبع القواعد الفنية. السؤال الثاني، ما تطمحين إليه في المرحلة التالية؟ ما هو حلمك؟ أنا حلمي التالي هو أن أركز على مساعدة الفنانين الآخرين معاقين أو ذوي الإعاقة في بناء هذه الثقة في نفسهم، وأن يكونوا قادرين على أن يعبروا عن أنفسهم ويستخدموا الفن بطرق مختلفة. ما النصيحة التي تعطيها لشخص يفكر في الفن كهواية ولكنهم يعتقدون أنهم غير قادرين على ذلك لأي سبب؟ على المرء أن يحاول. لو وصلنا فقط أن نفكر ودون أن نبدأ في أمر ما، فلن تعرف أبداً، أن تكتشف أبداً إن كنت إذا كان جيداً أم لا. إن وصلت تفكير دون تحرك، يبدو أنك تتركين مساحة في كل صورة أن لا ترسمي ملامح الوجه. إلى ما يرمز ذلك؟ إنه يرمز إلى هوية الشخص من الداخل، عوضاً عن لون الشعر أو لون العيون أو الملامح. هذا السبب الذي أرسم به الأشخاص دون أن أرسم ملامح الوجه. من هو الشخص الذي تستلهمين منه؟ لدي اثنان، ليس فقط شخص واحد. أولاً أمي، فقد كانت سندي
وشجعتني ودفعتني ولم تتركني أبدا أكف الأيدي وأستسلم، بل دفعتني إلى أن واصل المحاولة. والشخص الثاني ربما ستستغربون، ولكن نفسي. أنا دائما أقول للناس يمكن أن تختار نفسك كمثلا يهتدى به، لأنه ليس هناك شخص يعرفك فعلا قدر ما تعرف نفسك، وأنت الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يدفع بك كل يوم لتنجز شيئا. إذن أنا دائما أقول يمكن لك أن تختار نفسك كمثل يحتذى به. شخص يهنئك، أهنئك. و هل أعطتك الشهادة أو عدم الشهادة حرية وتمكن من حياتك؟ نعم، لقد طالما أردت أن أمارس الفن، وأعتقد أنني محظوظة أنني أستطيع أن أستخدم ذلك في حياتي الشخصية وفي حياتي المهنية. أهنئك باليوم الوطني لعمان، سعيدة بالقصة والعمل الرائع. ما هي خطواتك التالية في خلال أزمة الكوفيد؟ أهنئ الجميع بالعيد الوطني لعمان اليوم. حاليا التحديات فترة الكوفيد كانت أيضا تنطوي على نعمة، لأنني كنت أحاول أن أتعلم وأفهم كيف يمكنني أن أستخدم الفن رقميا على المنصات الرقمية. أيضا خلاف ما كنت أقوم به سابقا، هل هناك مرحلة تريدون أن ينظر فيها الناس فقط لك على أنك فنانة وليس فنانة معاقة، أم تشعرين أنك مسؤولة، أنك عليك دائما أن تذكري الإعاقة لتمكين الآخرين الذين يعيشون بالإعاقة؟ هذا سؤال وجيه. منذ بضعة سنوات وحتى نهاية العام الماضي كنت أفكر أنا نفسي إذا كان علي أن أنظر إلى نفسي على أنني شخص ذو إعاقة أم فقط فنانة، وحاولت جاهدة لسنوات طويلة أن أفصل بين الشخص المعاق والفن أو نفسي كمعاقة، وأدركت أن هذا خطأ كبير، لأنك لو نظرت إلى أي فنان فأنت تحتاج إلى أن تفهم لماذا يبتكرون مثل هذا الأنواع المختلفة من الفن. وأنا الإعاقة جزء مني، إنها بصمتي، ولا يمكنني أن أفصلها عن فني، لأنه دائما ما سيكون هناك أمر ما في فني مرتبط بهذه الإعاقة. وإنها بالنسبة لي أقوم بذلك لنفسي، وأيضا لتشجيع الآخرين ذوي الإعاقة أن يحبوا نفسهم ويقبلوا بها كما هي. لدي صديقة تعمل في الفن وتعمل في تكنولوجيا المعلومات، وعادة ما تشعر أنها غير قادرة. ماذا تقولين لها؟ أقول للناس لا تستسلموا أبدا. مقبول أن يشعر المرء بالتعب وأن يشعر أنه لا يريد أن يخطو خطوة إضافية، ولكنك لو لم تقم بذلك فلن يقوم بذلك أحد. وأنا أشعر أن على كل منا أن يلعب دوره، لأنني أشعر أن لكل منا مهمة، وكلنا قادة، وكلنا نحتاج إلى أن نطلع بالدور الذي أعطي إلينا كي ندفع بالأمور قدما. خلاف الفن، ماذا تحبين أن تعملي في وقت فراغك؟ أنا أحب السباحة، أحب القراءة، أحب مشاهدة الأفلام، أحب الغناء. هذه هي الأمور التي أحبها في وقت فراغي، وشرب القهوة والكثير من القهوة. هل أنت في شبكة أوسع من الفنانين، وهل تدعمون بعضكم البعض؟
ليس في أوسع الشبكات، ولكنني نعم في شبكة من الفنانين، وأحاول قصارى جهدي أن أدعم باقي الفنانين، ولكن في إطار هذه الشبكة أعتقد أننا نبذل قصارى جهدنا لندعم بعضنا البعض. ماذا نستطيع أن تعمله مجتمع الصحة العالمي يشجع الفن كنوع من العلاج؟ أعتقد أن المزيد من المناصرة والدعوة والمواد التعليمية بداية من المدرسة، لأنني ما زلت أرى أنه حتى عندما أعلم الأطفال أن بعض الآباء لا يهتمون بذلك، يعتبرون أن الفن هو مجرد مرحلة، أن الفن فقط أمر تمر به وتنتهي منه. أعتقد أن البدء بالمدارس سيكون مهما، ومساعدة الأطفال على استخدام الفن أكثر فأكثر. ماذا نستطيع أن نعمله؟ أو هل هناك تمويل كافي من الحكومات للفن؟ أعتقد أننا نتحسن. أعتقد أننا أكثر وعياً الآن بأهمية الفن. ربما لم نحقق أفضل ما هناك، ولكن أعتقد أننا تحسننا كثيراً عما كنا. هل هناك تمويل كافي من الحكومات للفن؟ وهل سيعاني ذلك من استجابة وتمويل الكوفيد؟ للأسف ليس هناك ما يكفي، ولكنني أعتقد أننا كلنا نعاني مشاكل، ليس فقط الفن، كلنا نعاني من استجابة للكوفيد. وهل هناك أي أشكال أخرى من الفن تستمتعين بها وتحبينها خلاف الرسم والتلوين؟ نعم، أحب الشعر، وبجانب فني فإنني أحب كتابة الشعر لنفسي، وأيضا كتابة اليوميات والقصص القصيرة، وأحب الغناء. إنني ليس لدي ربما صوت جميل، ولكنني أستمتع جدا بالغناء، وأعتبر أنه يشفي الروح جدا ويهدئ النفس. وشكرا على هذه المحاضرة، أنت جميلة وفريدة من نوعك، وحياتك ملهمة لنا. شكرا لكم جميعا على الاستماع. التقنيات في المنطقة وفي الدول الأخرى، هل رأيت فوارق ما بين هذه التقنيات في مختلف هذه الدول؟ في السنوات الماضية كنت أو بالأحرى شاركت قبل سنوات في دورة تدريبية في مجال الفن نظمتها البريتش كونسل، أي هيئة التعاون الثقافي البريطاني، ولقد تعلمت الكثير أثناء تلك الدورة، وليس فقط على المستوى الفني، فلقد أدركت إذاك بأنني لم أكن لوحدي، فهذه الدورة كانت موجهة إلى أشخاص مثلي، ولقد رأيت بأنه بالإمكان أن نسخر طاقتنا كلها، وذلك حتى نتبع موهبتنا. I think it's always good to وأعتقد أنه من الجيد أن it just makes things much easier for you to know that you have others going through the same الآخرين أن يدعموننا، فنحن بحاجة إلى مثل هذا الدعم. لماذا؟ I haven't really thought of that. هل هناك مشاهد أو مواضيع لا تودون رسمها؟ أنا لم أطرح هذا السؤال على نفسي قط، ولكن لا أعتقد أن هناك موضوع أو مشهد لن أرسمه. Well,
I also think that though I'm promoting using art therapy, I also think if you have a specific hobby. أروج دائما للفن كعلاج وأنا أقول دائما إن كنتم تشعرون بالراحة وأنتم ترسمون وتمارسون الفن فعليكم أن تستمروا وإلا فكفوا. أنا لم أكن أرسم أو أنا لا أرسم عندما أكون سعيدة وذلك لأني أشعر بأن اللوحات لن تكون بنفس القوة وأنا أكتب كذلك الشعر وأنظمه فأفرغ مشاعري إما في الرسم في رسم اللوحات أو في الشعر. هل تعبرون عن حزنك حزنكم عن طريق الفن وما كيف تعبرون عن أنفسكم ومشاعركم عندما تشعرون بالسعادة؟ عندما أشعر بالحزن فأنا لا أتناول موضوع محدد ولكنني سأستخدم ألوان مختلفة وسوف أستخدم كذلك مواد مختلفة وسمك الرسمة والألوان سيكون مختلفاً كذلك. ولكن عندما أشعر بالسعادة فسوف أركز بشكل أكبر على الأشكال وسأحاول كذلك أن أجعل هذه اللوحة أكثر عمقاً وذلك حتى تنقل بعض الرسائل المحددة. So I wanted to thank everyone who has watched this. I hope أشكر كل من تابع هذه الجلسة وأملي بأنكم استمتعتم بها فلقد استمتعت أنا كثيرا بهذه الفرصة التي سنحت لي تقديم تجربتي.